السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ أم آدم. اليوم رايح ندير معكم وصفة تاع إنكيش بالسلق. رايح نبدأ أولا بتحضير العجينة لأن رايح نخليها ترتاح. لهاد الوصفة نحتاج هنا عندي 250 غرام تاع فارينة، زدت معها رشة تاع الملح، يعني كمية تاع الملح. عندي صفار حبة بيض، عندي 125 غرام تاع زبدة، وعندي 50 مليلتر تاع الماء. هنا نروح مباشرة نخلط الملح مع الفرينة، نزيد الزبدة تاعي، هنا اللي عندها البيتخان تستعمل البيتخان، يعني تجيها خدمة سهلة. نحاول بس هكذا الفرينة تاعي. وصفة سهلة بزاف، نحضرها بالخف. هكذا دوكا صفر تاعي تاع البيض، نزيد له الكمية تاعي تاع الماء، يعني هكذا باش ما يقعدوش هذوك الحبيبات تاع البيض. نفرغ على الفرينة ديالي ودوكا نبدل العجينة. هنا كما تشوفوا يعني تلم بكل سهولة. دوكا هنا يعني لازم تحصلوا على عجينة هكذا. دوكا هنا نحكم الفيلم اللي مونتير تاعي، نحط العجينة تاعي الداخل، ونحط العجينة تاعي داخل الثلاجة يعني ترتاح على الأقل ساعة. يعني من الأفضل خليوها حوالي زوج سوايع، لكن إذا ما عندكمش وقت خليوها حوالي ساعة. يعني نحطها في الثلاجة. دوكا أنا نحط العجينة تاعي في الثلاجة ونروح نحضر مع بعض الحشو تاع هاد لاكيش. دوكا هنا بالنسبة للحشو هاد لاكيش هادية واش نحتاجو، هنا عندي كمية تاع سلق، عندي ثلاث فصوص تاع ثوم، عندي حوالي 150 غرام تاع جبن مبشور، عندي فلفل أسود، عندي ملح، عندي 150 مليلتر تاع كريمة سائلة، وعندي ثلاث حبات بيض. هنا بالنسبة للسلق أنا استعملت هاد النوع الصغير هدايا، عندي هدايا يجي هكذا يعني حوالي 450 غرام.
يعني تبل خف. دوك هنا واش ندير؟ نحكم مقلة. هنا درت كمية تاع زيت، زدت عليها كمية تاعي تاع الثوم، هنا رايحة نزيد مباشرة السلق ديالي، يعني هو يدبل يعني بسرعة، يعني ما نحتاجش نغليه أو نفورو. وكما على بالكم يعني السلق يعني كيما كيس ما ديرو يعني يدبل. هنا كما شفتوا معايا يعني كامل الكمية اللي درتها، يعني وخرجت لي هادي كما على بالكم السلق كيدبل يعني ما فيهاش خلاص. انا هنا كما تشوفوا ما زدت معاه والو، يعني غير الثوم مع كميه تاع الزيت. هنا راح نزيد كمية تاع الملح، كمية تاع الفلفل الأسود، ونبقى هكذا نحرك حتى حتى يطيب لي السلق ديالي. انا هنا يعني ما قطعتوش لانه كما شفتوا الوريقات يعني صغار خلاص، لكن اذا عندكم كميه واحده اخرى يعني عفوا نوعيه واحده اخرى يعني قطعوه صغير. انا هنا نخلي الخليط تاعي فوق النار تبلي السلق، نرجع لكم فيهم بعد ان شاء الله. دوك هنا بعد ما طاب السلق تاعي يعني طاب يعني حوالي 80% فقط، يعني ما طابش كامل. دوك هنا نحكم البيض ديالي، ونزيد معاه الكريمة. هنا نزيد كمية تاع فلفل الأسود. ونضيف السلق ديالي. نضيف الجب، رايحة نخلي كمية صغيرة فقط يعني للتزيين. هنا نخلط يعني كلش باش ندمجوا هاد المقادير. دوك هنا بعد ما خليت العجينة تاعي ريحت في الثلاجة، هنا فوق البلون طرافي تاعي درت كمية تاع الفرينة، رايحة نحلها بالحلال.
نقدموا الهدايا. انتم خيروا يعني اللي حبيتوه. يعني حاولوا ما ديروهاش يعني بزاف يعني خشينة انه ما رايحش يعني طيب يعني بالخف. دوكا هنا بعد ما حليت العجينة تاعي هنا ناخذ المول ديالي ونحاول نحط العجينة تاعي. نحاول نسقمها كامل. الزوائد هذوما دوكا هنا بعد ما نحيد كامل هذوك الزوائد دوكا نحكم فرشيطه مننساش تاني هاد الجوانب دوك هنا نحكم الحشو ديالي ونفرغو هكدا داخل سقم كامل فراغ كامل يعني السوق تاعي كامل في العجينة دا نحاول نمشي كامل دوك هنا رايحة ندير الكمية اللي بقات لي تاع الجبن. انا هنا شعلت ديجا الفرن تاعي على درجه حراره 180 باش يسخن. شعلتو من التحت يعني كي نشوفوا يعني هاد الجوانب هادوما يعني حمارو رايحين نشعلوا لاكيش تاعنا من الفوق باش تكمل طيب هاد لاكيش. انا نحط لاكيش تاعي في الفرن ونتلاقاو فيما بعد ان شاء الله. هاي لاكيش تاعي بعد ما خرجتها من الفرن يعني لازم تحمروها مليح. انا هنا رايحة نقسمها باش تشوفوا يعني تجي بزاف خفيفة وتاني يعني تجي بزاف لينا. هيا يعني شوفوا كيفاش يعني تجي من الداخل وتاني العجينة يعني تجي بزاف يعني هشة. هيا
كما قلت لكم، يعني وصفة سهلة بزاف. هاي العجينة ان شاء الله تكون هاد الوصفة نالت اعجابكم، واذا عجبكم الفيديو ما عليكم الا ديروا جيم والاشتراك في قناتي حتى يصلكم كل جديد ان شاء الله.